يقول السائل: في بلادنا أناس يأتون للعمرة أكثر من مرة، وفي البلاد فقراء ومساكين لا يجدون ما يأكلون، فماذا تنصح هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن إطعام الفقراء المحتاجين أفضل من العمرة، أفضل من العمرة، بل أفضل من الحج، أفضل من الحج التطوع. حج التطوع الصدقة على الفقراء المحتاجين أفضل لما فيه من النفع المتعدي، لأن الصدقة نفع يتعدى إلى المسلمين. وأما الحج والعمرة نفعها قاصر على الحاج أو المعتمر. نعم.